توجيه من مدير صحة نينوى المحترم السيد دكتور فلاح، وبمتابعة مستمرة من قبل سيد مدير قسم الصحة العامة والسيد مدير قطاع الأيسر المحترمين. قامت فرق الشعب شعبة الرقابة الصحية الأيسر بمتابعة المواد الغذائية في المحلات الخاضعة للرقابة الصحية، وفي كل جولة يتم العثور على بعض المواد الغير صالحة للاستهلاك البشري أو المنتهية الصلاحية أو التي لا تطابق المواصفة القياسية العراقية، ويتم إتلافها في منطقة الطمل الصحي بمحاضر إتلاف رسمية وبحضور أصحاب العلاقة. ونشكر القنوات الفضائية ونشكر الدعم المتواصل من الأمن الوطني وشرطة نينوى. اليوم أعداد كبيرة من مادة البيض التالفة الغير صالحة للاستهلاك البشري، وتلفنا أيضا مادة كبد دجاج منتهية الصلاحية قسم منها، والقسم الآخر غير مطابق للمواصفات القياسية العراقية. وتم العثور أيضا على كراتين بيض غش غذائي، تعتبر غش غذائي تركية، يعبى فيها البيض العراقي وتباع على أنها بيض تركي، فتم إتلافها كلها بالطمر الصحي. الالتزام بالشروط الصحية من مصلحة المواطن ومن مصلحة التاجر ومن مصلحة الجميع، لأنه يعرضون نفسهم للمساءلة القانونية حسب الأحكام الرقابية الموجودة في القانون العراقي.